خلص سيدنا موسى عليه السلام ورجع لقومه، وهو أول ما رجع فوجئ بحاجة، موقف عجيب. أول ما رجع لقى الناس بتعبد اللي هم بني إسرائيل، وعاملين عجل وعاملينه ده إله بتاعهم وعاملين يعبدوه. فسيدنا موسى عليه السلام ألقى هذه الألواح. تعال نشوف ربنا بيقول لسيدنا موسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ إيه اللي خلاك جيت بدري عنهم وخلاك سرعت؟ قال: هم أولئي على أثري، هم جايين وراي، وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جيت عشان أرضيك، وكانت المسألة إن أنا سرعت أكثر لأرضيك. يعني ربنا قال لنا تعالوا هنا، فإحنا كلنا جايين، بس أنا جيت بدري عن الناس من أجل إثبات سرعة شوقي إلى الله وسرعة تنفيذ الأمر الإلهي. فربنا بيقول له كده: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، اختبرناهم اختبار، وأضلهم السامري. خد بالك إن إحنا عملنا لهم اختبار، وإنه موسى السامري أخطأ وفتن الناس وأضلهم وأوقعهم في الضلال. سيدنا موسى عليه السلام رجع عارف إن في مصيبة وعارف إنهم ضلوا، بس خد بالك ليس السماع كالمعاينة، يعني تسمع عن المصيبة حاجة وتشوف المصيبة وهي حاصلة قدامك ده حاجة تانية. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام رغم إنه سمع من ربنا سبحانه وتعالى إنه في مصيبة حصلت وإن ربنا اختبرهم وإنهم سقطوا في الاختبار، لكن أول ما راح وشاف المصيبة قدامه ألقى الألواح. شفت رد الفعل؟ ده الفرق ما بين السماع والمعاينة والمشاهدة. طيب، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فعايز أقول لحضرتك إنه لما تسمع عن حاجة تقدر إن اللي فيها شاف أكتر، وإنه اللي فيها بيعاني أكتر، إن الإنسان اللي حصله المصيبة معاناته أكثر، فتحمله واقدر له هذا. الأمر الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده يعني: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. إيه القصة؟ موسى السامري شاف سيدنا جبريل عليه السلام وهو جاي على فرس وبيغرق فرعون وبيقدم، وإنه مشي بالفرس ده عشان يجذب بيه الفرس بتاع فرعون، أو الحصان عشان يجذب بيه الفرس بتاع فرعون ويخلي الاتنين يدخلوا. المهم إنه أخذ من المواضع اللي وطأ فيها أو اللي مشي عليها فرس سيدنا جبريل، فأخذ شوية تراب، حفن التراب وقعد يخزن هذا الأمر وفطن إليه، غيره لم يفطن إلى هذا الأمر. بعد كده راح سيدنا موسى عليه السلام للقاء الله، اجتمعوا عنده فقال لهم: فاكرين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ قال لهم: طيب انتوا ايه رأيكم في الحلي اللي معاكم دي اللي انتوا خدتوها من فرعون؟ طيب، فقالوا له: احنا متحرجين منها، حاسين كده فيها شبهة. قال لهم: طب اجمعوها لي. شوف، حاسين ان فيها شبهة، فهو عمل ان هو الناصح الامين، اجمعوها لي، هنعمل ايه؟ هعمل لكم اله. فقاموا جمعين الحلي وقام سيحها في النار وقام عمل لهم عجلا جسدا له خوار، عجل بالذهب، وبعد كده عمل له فتحتين، فتحة في الفم وفتحة في الدبر، الهوى يجي يمر كده فيعمل صوت، فبيقول ربنا بيقول له خوار، وقام حاطط فيه جزء من هذا التراب، فبدأ العجل ده يبقى له هذا الصوت يشبه به العجل الحي، يعني يشبه صوت البقرة اللي هي على قيد الحياة.